إليك بعض الأصوات الشائعة التي تصدرها القطط المنزلية. أولاً الزقزقة. إن هذا الصوت هو واحد من أكثر الأصوات التي تصدرها القطط وأكثرها تميزاً. يصدر صوت الزقزقة عندما تكون القطة راضية ومستريحة، وعادة ما تكون علامة على السعادة والاستمتاع. ثانياً القر. يعد القر صوتاً أساسياً للتواصل بين القط ومالكه. تستخدم القطط القر للتعبير عن احتياجاتها مثل الجوع أو الرغبة في اللعب أو الانتباه إليها. ثالثاً العواء. قد تصدر القطط أصواتا عالية تشبه العواء في بعض الحالات، وقد تكون هذه الأصوات علامة على الاضطراب أو الشعور بالوحدة. رابعا الدغدغة. يمكن للقطط أحيانا إصدار أصوات تشبه صوت الدغدغة، ويعتقد أن هذا السلوك مرتبط بردود فعلها على الطيور أو الفرائس الأخرى. خامسا الصفير. عندما تشعر القطة بالتهديد أو الخوف، قد تصدر صوت الصفير الذي يشبه صوت الشرير في الأفلام. هذا الصوت يظهر أن القطة غير راضية بالموقف وقد ترغب في الابتعاد. سادسا الغرغرة. في بعض الأحيان قد تصدر القطة صوتا يشبه صوت الغرغرة أثناء لعقها لشيء مثل الطين الرملي أو عند تناول الطعام. سابعا الصراخ. إن الصراخ صوت قوي ومتكرر يمكن للقطط أن تصدره عندما تشعر بالضيق أو الألم أو الإجهاد، ويمكن أن يكون إشارة لمشكلة صحية تحتاج إلى اهتمام. الفرق بين القط والقطة. هناك بعض الفروقات الجنسية الطبيعية بين ذكور وإناث القطط المنزلية. تتمثل هذه الفروقات في بعض السمات الجسدية والسلوكية، وإليك بعض الفروقات الرئيسية. الذكور عادة يكونون أكثر ضخامة وأقوى في البنية، في حين تكون الإناث أصغر حجما وأنعم في البنية. قد تكون القطط الذكور أكثر ثقلا في الوجه من الإناث، حيث يميل لديهم الوجه إلى أن يكون أكثر ضخامة وأكثر قوة في الملامح. بالمقابل يكون لدى الإناث وجوه أنثوية أكثر نعومة ورقة. قد يكون للقطط الذكور أطراف خلفية أكبر وأكثر قوة من الإناث، وذلك يعود جزئيا إلى تأثير هرمون التستوستيرون الذي يؤثر على نمو العضلات. هناك أيضا بعض الاختلافات في السلوك بين القطط الذكور والإناث. على سبيل المثال يميل الذكور إلى أن يكونوا أكثر احتشاما وأقل حذرا، في حين تكون الإناث عادة أكثر حذرا وحيطة. الذكور لديهم حيوانات منوية ويمكنهم التكاثر طوال العام، في حين أن الإناث تخضع للدورة الشهرية وتكون قادرة على التكاثر خلال فترات معينة. التزاوج بين القط والقطة. مراحل التزاوج بين ذكر وأنثى القطط تشمل عدة خطوات وتتبع نمطا طبيعيا. إليك نظرة عامة على مراحل التزاوج بين القطط المنزلية. أولا الاستعداد والتحفيز. تبدأ هذه المرحلة عندما تكون القطة الأنثى في فترة التزاوج. تبدأ القطة بإظهار سلوكية تحفيزية مثل الصراخ والتجاوب بشكل إيجابي مع القط الذكر عند اقترابه. ثانيا التقارب. يقترب القط الذكر من القطة الأنثى وقد يبدأ في لعقها والاحتكام بها. يكون السلوك في هذه المرحلة أكثر تكرارا واستمرارا. ثالثا القفز والالتفاف. عندما تكون القطة الأنثى مستعدة للتزاوج يقفز القط الذكر على ظهرها ويعض رقبتها بأسنانه. رابعا التزاوج. عندما يتم وضع جسم القط الذكر بشكل صحيح على القطة الأنثى تحدث عملية التزاوج. الحمل والولادة والإرضاع. الحمل والولادة والإرضاع هي مراحل هامة في حياة القطط المنزلية. إليك ملخصا لكل مرحلة. أولا الحمل. تستمر فترة الحمل عند القطط لمدة تتراوح بين 63 و67 يوما، ومن الصعب تحديد الحمل في الأشهر الأولى،
ولكن يمكن للقطة أن تظهر بعض التغييرات البدنية والسلوكية بمرور الوقت. قد تلاحظ زيادة في حجم بطنها وتصبح أكثر ترقبا وتواصلا. تحتاج القطة إلى رعاية إضافية أثناء فترة الحمل، وينصح بتقديم طعام صحي غني بالبروتين والفيتامينات. يفضل الاحتفاظ بمكان هادئ ومريح للقطة خلال فترة الحمل. ثانيا، الولادة. القطة قد تبحث عن مكان هادئ وآمن للمخبأ للبدء في الولادة. من المهم توفير صندوق الولادة المناسب وتحضيره بمواد ناعمة ودافئة لاستقبال القطة وصغارها. قد تستمر عملية الولادة لعدة ساعات وتتكون من مرحلتين. تبدأ القطة بالمخاض، ويكون ظهور الصغار في هذه المرحلة محدودا، ثم يحدث توسع الرحم لإخراج الصغار بالكامل في المرحلة الثانية. ويمكن أن تكون بين كل جنين وآخر فترة راحة. عندما تنتهي عملية الولادة، تقوم القطة بتنظيف صغارها وتلقينهم الرضاعة. ينبغي توفير بيئة هادئة ودافئة للقطة وصغارها بعد الولادة، والتأكد من تلقي الأم للرعاية والغذاء الكافي. ثالثاً، الإرضاع. تستمر فترة الإرضاع عادة لمدة 6 إلى 8 أسابيع. في هذه الفترة تمنح الأم الرضاع الذي يمد الصغار بالغذاء والأجسام المضادة الضرورية لتقوية جهاز مناعتهم. تبدأ القطة عادة تدريجيا في فطام صغارها حول سن 4 إلى 6 أسابيع، ويبدأ الصغار عندها في تناول الطعام الصلب تدريجيا والانفصال عن الأم. طعام القطط المنزلية. طعام القطط المنزلية يعتبر عاملا حاسما لصحة ورفاهية القطة. يجب أن يتضمن نظاما غذائيا متوازنا ومغذيا يلبي احتياجاتها الغذائية الأساسية. إليك بعض النقاط المهمة حول طعام القطط المنزلية. أولا، الغذاء المجهز تجاريا. يعتبر الغذاء المجهز تجاريا خيارا مريحا وشائعا لأصحاب القطط. يمكن العثور على أنواع مختلفة من الأطعمة الجافة والرطبة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات التغذية للقطط. ثانيا، التغذية الطبيعية. يمكن أيضا تغذية القطة بنظام طبيعي يتضمن اللحوم الطازجة المطبوخة والأسماك والخضروات. ثالثا، الماء. يجب أن يكون الماء متاحا دائما للقطة. يجب تجديد الماء بانتظام والتأكد من توفره للقطة في جميع الأوقات. والآن إليك بعض النصائح الهامة لتربية القطط المنزلية. تأكد من أن المنزل آمن للقطة وخالي من أي مواد ضارة أو أشياء قد تشكل خطرا عليها. قم بإخفاء الأسلاك الكهربائية والمواد السامة، وتأكد من توفير أثاث مناسب للعب والاسترخاء. قم بتوفير صندوق رملي نظيف ومناسب للقطة للقيام بحاجتها. قد تحتاج القطة إلى التدريب على استخدام الصندوق، ويفضل تنظيفه بانتظام للحفاظ على نظافتها. قم بتدريب القطة على بعض الأوامر الأساسية والقواعد البسيطة، كما قم بتوفير وقت للتفاعل واللعب معها لتعزيز علاقتكما وتقوية روابط الثقة بينكما. قم بجدولة زيارات منتظمة للطبيب البيطري للتحقق من صحة القطة وتلقيحها ومعالجة أي مشاكل صحية محتملة. وصلنا أصدقائي لنهاية الفيديو. إن كنت من محبي الحيوانات فيشرفنا أن تنضم إلينا وتشترك في القناة، ولا تنسى إخبارنا بآرائك واقتراحاتك في التعليقات.